عالسلامة. عالسلامة. لاباس؟ لاباس. بيع ماكش باش تعرف بروحك، لكن عندك مشكلة أنت مدام. عندي مشكلة كبيرة، والمشكلة هذية معناها مانيش عارفة كيفاش باش تتفض. معناها مشكلة اللي هو هي مشكلة. مشكلتي اللي عمتي قاعدة معناها سحرتني، معناها عملت لي سحر من المدفون، معناها عملته تحت الرأس الميت. عمتك هذي؟ أي أخت بابا. معناها عملته تحت الرأس الميت، معناها كي يجي يدفنوا أمي شافاته، ما في بالهاش اللي أنا والدفان الكل شافوه وبقوا حالين فيهم، وحتى واحد ما حب ينحيه، وهذا مجعول ليانا. تحتمت هو، يقول لك من الاولى للاخر تحتمت. شكون الميت اللي حطت هي؟ اللي هو في قبر بوها، اللي هو جدي. فهمتني؟ معاناة برشا، ما نرقدش بالقدا، نحلم اللي انا باش نتيح من فوق، حنوشه، نحلم بحنوشه بكليب. معناها مشاكل، ولات لي مشاكل بين اهلي دارنا، نفروني الناس الكل، ما نخدمش، ما عطل من جميع وما مشاكل مع الناس. معناها تجين مشكله هكاك من تحت الحيط، لا عملت لا ساقي لا راسي، معناها مش عارفه واش باش نعمل. انا تعبت. شنو غايتها بيك عمتك كي تعمل لك كيف من هكا؟ هي مشكلتها، مشكلتها امي، راهو احنا ما عملنا لها حتى شيء، وكيلها ربي، احنا ما عملنا لها حتى شيء، وكيلها ربي. امي تقرب لها اللي هي بنت خالها، ملحمنا هي من دمنا، ما رحمتهاش. كوم كوا خاطر احنا وشنو المشكله، كيفاش امي خرجت لفرنسا وتلبس عليها، لحقت علينا غادي لفرنسا بالاصحار نتاعها، هبطتنا لتونس. هنا في تونس وقت بدا الجحيم. سامحني، هي لحقت عليكم لفرنسا، معناها شنو الفايدة الاصحار هذي؟ تحتيم قتل. خي عملت لي انواع اصحار، راهو شنو راهو هو بما معناه يسمى السحر الاسود، معناه هو سحر فيه جنون القتل. اقوى انواع السحر تقريبا، اقوى انواع السحر اللي هو السحر الاسود معروف. معناها تحطمت. معناها علاش عندك خواتك مدى؟ عندي سوا خواتي. اي علاش انت بالذات؟ معناها يعني علاش اختارتك انت بالذات؟ على خاطر ايش نقول لك، ما لو زاد عندها مثلا مشكله مع امك ممكن كانت تعمل لامك حسد وحقد، حقد وحسد. وقت اللي عملت هي السحر انت قديش عمرك؟ انا هي عملته من 2004، هذه المدفون. قديش عمرك انت في 2004؟ معناها انا صغيره. اي هكاك قديش؟ بين 14 15 هكاك. 14 15 ما زلت صغيره وما عندكش حتى ذنب معناها انت في الحكايه هذه الكل. ما عندي، تي هو اصلا حرام السحر، تي ربي يذكره في القران، تي اكيد حاجه حرام، لكن علاش اختارتك انت بالذات؟ انا هذا سؤال نسال فيها لها، معناها علاش معناها اذتني، علاش تعمل فيه الحرام هذا؟ وربي معناه ذكره في القران، معناها هذه المراه هذه لا عندها لا دين ولا مله، معناها تعمل في الشر، معناها باش تاذيني انا، باش تقتلني انا؟ علاش؟ مشني بنت خوها؟ وش عملت لها انا؟ وش عملت لها انا؟ هي باهي اذتني، هي باهي قتلتني، اذتني، هي خربت لي حياتي، طلقتني بعد ما عرست 22 يوم، طلقتني بالشيء هذايا. عملت عمل معناها محاولة انتحار في المرتين. وانقذني ربي. معناها ما نخدمش، اوجاع في عظامي الكل، ساعات معناها عندي خمول، لا عندي تعب، عندي وحزن وضيق، ما معناها كلها مع بعضها. معناها علاش عملت لي هك؟ انت كيفاش عرفت اللي انت عاملي لك الصحه؟ انا صليت وطلبت ربي وربي كشفوا لي في المنام، وثاني حاجه وشافوها الدفانة الكل، وانا كل واحد شاف من الدفانة الشيء هذا وما نحاشوا، كلهم عندهم الظنون في رقبتهم. هل تتصور انت مدام انه فما عباد شافوا امراه تعمل في السحر وسكتوا؟ يسكتوا، ما يقدروش يتكلموا، ما يقدروش يتكلموا، يخافوا منها، ما يقدروش. انا كان جيت شلقت به السحر هذا، راني وقسما بالله، اقسم بالله، انا كنت نمشي من غير ما نشعر.
انا كنت نمشي للقبر من غير ما نرشحب، نمشي بالقبر هذيك وندوخ، كنت نمشي للقبر هذيا من غير ما نرشحب، كنت ندوخ ونشدوا بالحجر معناه ونضرب من غير ما نشعر، فهمتني؟ معناها انا نقرا في القران، نقرا في القران، نقرا في القران، وهي عملت لي الرصد. وش معناها الرصد؟ معناها هي تعلم في النهار هذاك وش قاعده نعمل، تعلم بحياتي كلها، معناها تعلم بحياتي الكل وشنو اللي نعمل في حياتي، باش هي باش تعمل التجديد، وباقي تعمل التجديد ديما تجدد. انت واجهتها بالكلام هذا ولا لا؟ واجهتها مشيت لها لدارها، واجهتها. ما ثم واحد كيف نواجهه باش يقول لك ويعترف يقول لك راني عملت لك، راني شديناه في عرس اختي، راني شديناهم حتى اختي عملوا لها. ما حبيتش واجهها تقولها علاش انت معناها عملت فيها هذا؟ تضحك. قلت لها وتضحك. مشيت لها للدار قلت لها علاش، ومشيت لها نبكي ومقهوره، واحد مقهور معناها مشيت لها قلت لها علاش عملتي لي هكا، علاش دمرتي لي حياتي، علاش باش بنت خوك، علاش ما تعرفيش ربي، انت ساعه خسرتي دنيتك واخرتك، اول حاجه خسرتي دنيتك واخرتك، انت مسيتي السحر باش تذي به الناس، معناها انت هلكتيني دمرتي لي حياتي، واش باش تلقي عند ربي؟ ما تلقي حتى شيء، واش باش تلقي في قبر؟ واش حضرتي لربي للدنيا الاخر؟ واش حضرت تي ربي واش باش يقابلك من الاخر؟ حياتك تحطمت مدام؟ تحطمت. انا انسان ميت نقول لها لك من الاخر. انا على شكل كذا تحت الشجره خاطي كنت تحطمت. ما وعملت نداء في بالي، انا حبيت نمشي للمغرب باش نعمل رقيه. خاطر ثم رقات كبار في المغرب معناها ينحوا الشيء هذا يبدا. عملت رقيه شرعيه هنا في تونس؟ اي عملت رقيه شرعيه بدون نفع، معناها ما يعرفوش الشخص والحاله. ما عندناش معناها رقات، معناها ما عندناش رقات، معناها لل شرعيه هي قران، اما ما يعرفوش الشخص والحاله باش يعرفوا كيفاش باش يداووك. فهمتي؟ باش تمشي المغرب انت؟ انا نحب نمشي المغرب، امنيتي اللي باش يعمل فيها ربي لله، اللي باش يعمل فيها كانه انسان كان عاوني معناه حاج بيت ربي. انا ماذا بيا نمشي المغرب ثم راقي يحب يداويني بليش؟ انا ما عنديش حق البي، انا ما عنديش حق الشوش، انا كي جيت نخدم راني تعملت على ربي، معناها هي قصت لجناحي. انا تو انسان ميت من وسقت الفقر، وصلت ما لقيتش حتى حوايج باش نلبسهم، لقيت فلوس ما عنديش، انا تحت 700 فرنك معناها فلوس ما تبقاش عندي، واش نعمل لهذي؟ خلي لك كلمه الختام، نقول حسبي الله ونعم الوكيل. وانا نداء للناس للجزائري والمغاربه والتوانسه اللي باش يعملوا فيا ربي، يعاونوني خلينا نمشي المغرب، كان يحبوا يمشوا معايا مرحبا، فهمت؟ باش ما يقولوش راهي تكذب ولا حاجه، راني مريضه، راني ما نرقدش، راني انسانه تيابه، برك الله فيكم.